السلام عليكم الغزالات ديالي، ومرحبا بكم معي فيديو اشيوه جديده. اليوم ان شاء الله لعشاق الحلويات كنقترح عليكم واحد الطبق اللي معروف جدا، واللي هو قلب اللوز الجزائري او الشاميه، اللي فعلا صراحه بين ألذ الحلويات المعسله والمعلكه. وان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم بطريقه اللي مبسطه جدا وكذلك بتقديم اللي رائع. فمنطولش عليكم، خليكم معي للاخير وندوزو ان شاء الله دابا نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو. فهنا البنات بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو قبل ما غادي نشارك معكم مكونات، اول حاجه خاصكم تاخذوا شي صحن او شي طبق او قصريه اللي تكون عريضه فين غادي تخدموا المكونات، لانها شويه كتحتاج الخدمه باليد. وبالنسبه للمكونات غادي تاخذوا اي كاس متوسط، كاس شاي كاس عنبه على هذا القياس هذا. وهو باش غادي ناخذوا نشدوا القياس ديال جميع المكونات. هنا خديت 4 كؤوس كما كتلاحظوا، راه باقيين مفروقين 1 2 3 4 4 الكؤوس مملوئين من هذا الكاس هذا ديال السميد. السميد اللي كيكون غليظ نوعا ما، نوريكم كيفاش كتكون الحبات ديالو على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجوا 4 كؤوس. بنفس الكاس غادي ناخذوا كاسين من السكر حبيبات او سكر سنيده. بالنسبه للبنات اللي غادي يسالوني مثلا بغاو يعملوا كميه اقل، كل كاسين من السميد فيهم كاس واحد ديال السكر، كل كاسين فيهم كاس واحد ديال السكر. مثلا بغيتوا نتوما تعملوا كميه اكبر، مثلا بغيتوا تعملوا 6 الكيسان ديال السميده، راه غادي تعملوا 3 كؤوس ديال السكر. انا هنا استعملت 4 الكؤوس، يعني كاسين من السكر. غادي ندوز نضيفهم هنايا، ها الكاس الاول وهو الكاس الثاني. غادي ندوز نضيف ليهم، غادي نحتاجوا واحد المعلقه صغيره ديال الملح قد هكا، دائما الملح اللي كيبقى حسب الذوق. وغادي نحتاجوا كذلك واحد المعلقه صغيره هكا ديال القرفه. القرفه كل واحد كاين البعض اللي كيبغي يستعملها في هذه الهريسه او الشاميه، وكاين اللي ما كيبغيش يستعملها. هاد المرحلة مهمة جدا، يعني كنخدموها على الأقل واحد 3 إلى 4 دقائق. علاش؟ باش السكر كيختفي، يعني ما كيبقاش يبان. كنحاولوا ندخلوه مزيان مع السميدة، كنبقاو هكا بحال اللي كنصايبو كسكسو، كنبقاو هكا غاديين خدامين بيدينا حتى السكر كيندمج تماما ما كيبقاش يبان لينا. كما لاحظتوا حاولت ندمج السكر، ما بقاش كيبان بالمره، يعني اندمج مزيان مع السميده. مره اخرى غادي ناخذ نفس الكاس اللي كناخذوا به القياس، خديت منه هنايا نصف كاس من الماء، ونفس الكاس غادي نضيفوا ماء الزهر. ماء الزهر نصف الكاس حتى هو. ماء الزهر كيضيف لهاد الهريسه او الشاميه واحد المذاق اللي رائع جدا. المهم ها هو نصف كاس ديالي. اخر مكون عندنا هنايا هو واحد المعلقه عامره من الزبده او السمن، كل واحد شنو كيستعمل. صافي دابا باطراف الاصابع غادي ندوزو نخدمو دابا السميده ديالنا باطراف الاصابع بحال هكا. حاولوا ندمجوها مزيان مع هاد المكونات هادي. هنا البنات كما شفتوا بعد ما حاولت نخدم مزيان هاد الخليط هذا غير باطراف الاصابع، يعني ما كنعجنوش، غير كنبقاو هكا كنخلطوا باطراف الاصابع. دابا غادي ندوزو ردو مسبقا، يعني الفرن ديالنا كنردوه يسخن على درجه حراره 180 درجه، وكناخذوا المول سواء المول المربع او المول الدائري، يعني كل وحده شنو كيعجبها كيفاش تقدمها. وكندهنوه مزيان سواء بالزبده او بالزيت، يعني كندهنوا المول ديالنا مزيان. وكندوزو باش كنبداو نفرغوا في الخليط، والطريقه يعني كيفاش يعني نخدموا الخليط في المول حتى هي مهمه، يعني ما كنحاولوش اننا نعجنوه، كنخدموه فقط بالملعقه. انا غادي نوريكم الطريقه. صافي هنايا بعد ما حطيت الخليط في المول غادي ناخذ واحد الملعقه وغادي ندوزو، غادي نبداو هكا بهذا يعني الظهر الملعقه، غادي ندوزو نبداو نحاولوا نقادوه او نوزعوه بشكل متساوي على صينيه الفرن. صافي هنا كما شفتوا بعد ما حاولت نوزعها مزيان بهذا الشكل هذا على الصينيه كامله، دابا غادي ندوزو نقطعوها. يمكن لكم نتوما تقطعوها يعني على شكل مربعات، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نحاول يعني علاش كنقطعوها على هذا الشكل هذا،
باش منين كتخرج من الفرن ديجا كنكونوا حنايا شادين القياس مثلا اللي بغينا ديال لي مورسو ديال هاد قلب اللوز هذا. ممكن نحاولوا حنا نخطو، انا غادي نحاول نقطع بهذه الطريقه. بعد ما انتهيت من تقطيع الشاميه كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا، يعني فكره بسيطه للتقطيع ولكن كتعطي ديكور رائع. دابا غادي ناخذ سواء اللوز او الكاوكاو يعني اللي متوفر عندكم هكا اللي كنكون انا مثلا عندي هذا مقسوم على نصفين، غادي ندوزو كل قطعه غادي نحطو فيها هكا طريف او نصف ديال الكاوكاو. بعد ما انتهيت من زينها هكا بهاد القطع هادو ديال الكاوكاو كما شفتوا كيجي الشكل ديالها في الاخير كيجي شكل جميل وبسيط في نفس الوقت. الفران ديالي راه سخون مسبقا على درجه حراره 180، مده الطهي غالبا كتاخذ ما بين 30 الى 40 دقيقه يعني على حسب نوعيه الفرن. الفران ديالي راه سخون غادي ندوز باش ندخلها. هنا دابا بالنسبه للسيرو ان شاء الله اللي غادي نحتاجو، غادي ناخذ هذا الكاس هذا اللي خدينا به القياس، خديت به كاس مملوء من السكر وبنفس الكاس يعني كل كاس السكر فيه كاسين من الماء، ماء يعني عادي بارد. ما هما ضفنا الكاسين ديال الماء وغادي نضيفو معاه واحد الشريحه ديال الحامض صافي، وغادي ندمجو هاد المكونات صافي. هنايا غادي ندمجو السكر مزيان مع الماء ونوضعوه فوق نار اللي كتكون متوسطه حتى كيوصل لمرحله الغليان، هذيك الساعه كنحسبوا عليه واحد 8 دقائق حتى يعني 8 دقائق حتى كيبان لينا ان السكر انسجم تماما مع الماء وكنحيدوه فوق النار. هنا كما كتلاحظوا ها هو السيرو ديالنا وصل لهاد المرحله هذه، كيبان لكم انه ولاو فيه فقاعات بزاف في الوجه. هاد المرحله هذه بالضبط غادي نبداو نحسبوا 8 دقائق، غادي ديك الساعه يكون واجد وغادي نحيدو ونخليوه يبرد جانبا على ما نخرجو قلب اللوز من الفرن. هنا البنات هانتوما بعد ما خرجت قلب اللوز او الشاميه ديالي من الفرن، مده الطهي انا شخصيا خدات معايا 35 دقيقه، يعني كما ذكرت كتراوح دائما ما بين 30 و 40 على حسب نوعيه الفرن. هنا كذلك هو السيرو ديالنا اصبح جاهز، كما شفتوا قطعه الحامض كتولي على هذا الشكل هذا وردفة يعني ما بيد ما قمت باخراج الشاميه، وكما شفتوا كيجي كنضيفوا عليه هذيك 5 دقائق من الفوق حتى كتاخذ هذا اللون هذا اللي ذهبي. دابا غادي ندوزو نبداو ناخذوا السيرو محدها باقا سخونه هي اللي خرجتها من الفران، وغادي ندوزو نسقيوها. وهاد السيرو هذا ملي كتشربوا عاد كتزيد تعطينا هذاك اللون المذهب اكثر، ومن الاحسن يعني من الاحسن لو كان تخليوها منين تسقيوها تخليوها تبات ليله كامله عاد تقدموها كتكون احسن، يعني كتكون تشربات مزيان هاد السيرو هذا حسن ما تقدموها يعني في نفس اليوم. وبهذا البنات كتكون قلب اللوز ديالنا صفحات جاهزه. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي غزاله شكلا ومذاقا، وصراحه بين الحلويات الجزائريه اللي غزاله سهله كما تابعتوا معايا بسيطه مكونات كذلك في متناول ولكن كتجي رائعه، المذاق ديالها كيجي لذيذ. كذلك واحد الملاحظه يعني كما شفتوا انا ما ضفتش واحد الكميه كبيره ديال الشربات او السيرو باش سقيتها، انا ما كنبغيهاش تجي حلوه حلوه بزاف لان تبارك الله فيها سكر، عاوتاني السيرو فيه سكر، كاين اللي كيضيف واحد الكميه كبيره تاع السيرو، فكيبقى لكم اختيار. الا كنتو من الناس اللي كتبغيوها تجي معلكه بزاف يمكن لكم تضعفوا الكميه ديال السيرو اللي حضرنا. هنا البنات ضروري ما دزت قطعت لكم شي وحيدات باش تشوفوا ها نتوما تبارك الله كيفاش كتجي معلكه ومشربه مزيان. ففعلا البنات هاد الحليوه هذه كتجي غزاله وكما تبعتوا يعني ساهله وبسيطه، كنصحكم انكم تجربوها.
وتحية لأخواتنا الجزائريات المغاربيات والعربيات بصفة عامة، ونقول لكم إن شاء الله نتمنى اقتراحي لهذه الوصفة هذه يكون عجبكم إن شاء الله وتجربوا، والتقي إن شاء الله فيديوهات وشيوات مقبلة، ونقول لكم السلام عليكم.